قلنا أول راجل في la présidence causale شغل E et E prime sont locaux à un même processus et E se produit avant E prime. في هذه الحالة نقدر نقول بلي E précède causalement E prime. إيش معنى الهضرة هذه؟ معنى عندي deux événements E E prime هذو لي deux événements موجودين في le même processus. والإكزيكيسيون تاع E تكون قبل الإكزيكيسيون تاع E prime. في الحالة هذه نقول بلي E précède causalement E prime. واضح. لا دوزيام راجل واش تقول لي؟ تقول لي il existe un message M tel que E égale émission de M et E prime égale réception de M. دركا عاد نجي لا دوزيام راجل واش ندير؟ ندير l'ordonnancement تاع les événements d'émission et de réception. في حالة ما إذا كان عندي un événement d'émission et de réception, لازم l'émission تكون قبل la réception. يعني نقول بلي E précède causalement E prime إذا كان E هي l'émission و E prime هي la réception تاع le même message. واضحة. La troisième règle نسموها la règle de transitivité. ولا نقولوا هي بريسيدونس كوزال انديريكت، بحيث انه يكون عندي ايفينمون جديده، ثوازيام ايفينمون سميناها او زيرو، بحيث انه او بريساد كوزالمون او زيرو بوحده من لي دو راغ اللي حكينا عليهم من فوق، اي او زيرو بريساد كوزالمون او بريم. شغل هذه علاقه متعديه كما نقول. واضحة. يعني عندي إيفانمون أو زيرو بحيث أنه أو بريساد كوزالمون أو زيرو إي أو زيرو بريساد كوزالمون أو بخيم. في الحالة هذه نقول بلي أو بريساد كوزالمون أو بخيم. لي دو بخوميييغ راجل اللي هما نتاع لي زيفانمون لوكو نتاع ليميسيون ريسبسيون نسموهم بريسيدونس كوزال ديريكت. أما ثوازيام راجل هذه نتاع لا ترانزيتيفيتي نقولوا عليها بريسيدونس كوزال انديريكت. واضحة؟ ما كانش سؤال؟ واضح أستاذ. كاتريام كيستيون في هذا الإكزرسيس تقول كو سينيفي لا كونكورونس دو دو زيفانمون. لا كونكورونس معنى la concurrence هي عكس la précédence causale، يعني هي la négation تاع la précédence causale من جهتين. Deux événements A et B sont dits concurrents si l'exécution de l'un n'influe pas sur l'exécution de l'autre. يعني ما كانش تأثير نتاع l'exécution تاع واحدة من هذو les événements على الأخرى. La l'exécution تاع A تأثر على B ولا ليكزيكيسيون تاع بي تأثر على ا. يعني ما كانش غولاسيون ما بين هذو لي زيفانمون. واش معناها؟ سي تادير il n'y a aucune précédence causale entre eux. نرمزولها بخطين متوازيين ا اي بي سون كونكورون. واش معناها؟ امبليك نو ا بريساد كوزالمون بي et non هنا كاين غلطة B précède causalement A. يعني la négation عليهم في زوج. كي ندخل la négation تولي لي non A précède B et non B précède A. يعني واش معناها؟ إذا لقيت précédence من جهة واحدة نقول بلي ما عنديش concurrence. واضحة. نرجع دركا للشيما. Quelles sont les paires d'événements concurrents dans la liste suivante؟ عطانا A B. نشوفو A B. A B concurrent لا لا.
نستنى جواب. وي 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 ما نقدرش من الأ نروح لب، ما نقدرش من ب نروح الأ. واضحة؟ مدام عندي أ بريساد كوزالمو إكس، إكس بريساد كوزالمو جي، معناها أ بريساد كوزالمو جي لا ترانزيتيفيتي. مي عندي هنايا جي هي إيفانمون دو ريسبسيون، معناها ما نقدرش نهبط ل ب. حتى مثلا كنا نروح ل U نهبط للتروازيام بروسيسوس كا، عندي إيفانمون دو ريسبسيون يعني ما نقدرش نرجع ل ب. ونفس الشيء من ال ب ما نقدرش نوصل ل أ. يعني في الحالة هذه نقول باللي أ و ب هما دي إيفانمون كونكورون. بعد عنا إغراك تي، إغراك تي كونكورون ولا لا؟ نستنى جواب. نو ماهمش كونكورون. فوالا باسكو راهم في نفس بروسيسيس و إكراك راهي سبق. إكراك عندها كوزالمو ريزيدونس كوزالمو. إكراك بريساد كوزالمو تي، لأنهم دو زيفانمون في لو ميم بروسيسيس. إكراك قبل تي معناها كان بريسيدونس كوزال أونتر إكراك إي تي. بعد جيكا، جيكا كان بريسيدونس كوزال ولا لا؟ نو فوالا. اللي قلت نو فوالا. رأفت من الجي تروح للإي، من بعدها الإي للكا، ثم كاينة يعني هنا عندنا بريسيدونس كوزال انديريكت بلا ترانزيتيفيتي. جي عندها بريساد كوزالمون U. شكلنا ما بين G والK. وعندنا U بريساد كوزالمون K لأنه U هي إيميسيون، K هي ريسبسيون. باستخدام لا دوزيام راجل نلقاو U بريساد كوزالمون K. من بعد كنابليكي لا تخوازيام راجل يعني التعددية هذيك تولي G بريساد كوزالمون K. مليح. كي إغراك، كي إغراك كاينة بريسيدونس كوزال ولا لا؟ كي إغراك يا أستاذة كاين، ما كانش كونكيرونس بينك فوالا. باسكو ال استغفر الله يا رب. الكي الكي والإيراك يا كمان كيف قلت لي علي؟ قلت لك الكي مع من؟ مع الإيراك. باسكو الإيراك مع كاينة مع الفي والفي مع الكي. مليح جيد. هنا قلنا صح ما كانش بريسيدونس كوزال اونتر كي إيغراك، يعني كي ne précède causalement pas Y, mais un des Y précède causalement Q. On a dit qu'il y a une concurrence entre deux événements. Il faut que nous ayons la causalité de G. Il n'y a pas de la précédence causale de Y avec Q. Il n'y a pas de la précédence causale de Q avec Y. هنا كان جي نشوف الشيما نلقى باللي إغراك بريساد كوزالمون في، إي في بريساد كوزالمون كي، دونك إغراك بريساد كوزالمون كي.
في الحالة هذه نقول بلي ما كانش كونكورنس entre y et q. h u h u اش كونفيرون مع الاي بعدا باسكو ما كان حتى علاقه بيناتهم ما كانش بروسيس كونفيرون من الاش للبي. هنا عندي اش بريساد كوزال مو كا بس من الكا ما نقدرش نوصل للبي لانه كا هي ايفينمون دو ريسبسيون يعني ثم تحبس واضحه مدام نعم مدام انت تقدر تزومي الدوكيمون شويه معلش هكا بعد وي اخر ايفينمون عندنا ار اكس ار اكس Concurrent. Concurrent. دقيقة برك مازال أقل من دقيقة وتستغلق لاشومبر برك نعود ندخلوا ثم ندخلوا. يعني هنا واش عندنا لي زيفانمون اللي هما كونكورون قلنا عندنا A B H U E R X واضحة؟ La question de Badhar, la coupure, une coupure c'est l'ensemble des événements tels que si E appartient à C et E' précède localement E, alors E' appartient à C.